تفرض قوات النظام السوري حصارا خانقا على مدينة درعا، يتضمن إغلاق الطرق المؤدية إليها ورفع سواتر ترابية بين أحيائها، وترسل تعزيزات عسكرية إلى محيطها وطائراتها الحربية للتحليق فوقها. وجاء الحصار بعد رفض لجان التفاوض ووجهاء المدينة طلبا روسيا بتسليم أكثر من 200 قطعة سلاح فردي وسماح لقوات النظام بتفتيشها، مقابل وعد بسحب عدد من اللجان العسكرية التابعة للنظام من أحيائها. وقد تم تنظيم احتجاجات في مدن وبلدات عدة في محافظة درعا للمطالبة بفك الحصار عن المدينة، فيما حملت اللجان الثورية والفعالية الشعبية النظام وروسيا مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار، محذرين من تفجر الأوضاع ومتهمين روسيا بالانقلاب على دورها كضامن للتسوية التي عقدت مع النظام عام 2018 عبر تواطئها معه لإخضاع درعا. وبدوره اتهم الائتلاف السوري المعارض النظام والروس بالتنصل من اتفاق التسوية. يطالب الروس والنظام المجرم شباب درعا بتسليم سلاحهم الخفيف في مخالفة لشروط الاتفاق الذي تم قبل 3 سنوات، وكان رد ثوار درعا الأرواح قبل السلاح، لأنهم خبروا وعرفوا غدر كل من روسيا والنظام ونكثهم الدائم للعهود. في المقابل نفى مقربون من النظام حصار المدينة، ووصف رئيس لجنة المصالحة حسين الرفاعي ما يجري بأنه تصحيح للتسويات السابقة بهدف جمع السلاح وفرض الأمن بعد انتشار عمليات الاغتيال ومهاجمة حواجز النظام. وكانت درعا شهدت أكثر من اتفاقية تسوية بين النظام والأهالي ومسلحين للحفاظ على الأمن فيها، مقابل الإفراج عن معتقلين في سجون النظام ووقف الملاحقات الأمنية وعودة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم وتأجيل الخدمة العسكرية. لكن ذلك لم يمنع من تدهور الوضع الأمني، إذ تكررت الاحتجاجات في المدينة ضد المداهمات الأمنية التي ينفذها النظام وتردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار عمليات الخطف والاغتيال.